أثارت تصريحات رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي على هامش زيارته إلى فرنسا بشأن المهاجرين غير النظاميين ربط فيها الهجرة غير النظامية بظاهرة الإرهاب أثارت موجة استنكار واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية. ودعا نشطاء رئيس الحكومة إلى الاعتذار السريع عما وصفوها بالإهانة التي لحقت بآلاف المهاجرين التونسيين غير النظاميين. موجة من الانتقادات تلك التي واجهها رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي من سياسيين وحقوقيين على خلفية تصريحات بشأن المهاجرين غير النظاميين. المشيشي وفي مقابلة مع فرانس 24 الفرنسية قال إن الهجرة غير النظامية مرتبطة مباشرة بظاهرة الإرهاب، مؤكدا استعداد بلاده لترحيل المهاجرين غير النظاميين أو الذين يشكلون تهديدا لفرنسا في إطار احترام حقوق الإنسان. من يتحدث عن الهجرة غير النظامية يتحدث عن الإرهاب. تصريحات تصدى لها ناشطون حقوقيون في تونس بالانتقاد، معتبرين ما صرح به المشيشي إهانة لآلاف المهاجرين غير النظاميين التونسيين. وشملت حملة الانتقادات أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية، حيث حذر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من تعرض التونسيين المتواجدين في أوروبا إلى تهديدات ومضايقات من قبل مجموعات معادية للمهاجرين بعد تصريحات المشيشي. حزب التيار الديمقراطي المعارض أدان من جانبه ما اعتبره تصريحا مشينا لرئيس الحكومة، مطالبا إياه بالاعتذار عن هذا التصريح الذي وصفه بالصادم. إدانة تزامنت مع تصاعد الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لحث رئيس الحكومة على الاعتذار لآلاف المهاجرين التونسيين الذين وصلوا المدن الأوروبية بطريقة غير نظامية. ووصف نواب تونسيون تصريح المشيشي بالصادم والمهين لمئات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين القادمين من تونس والدول المغاربية والشرق الأوسط وأفريقيا. وبحسب أحد النواب فإن المشيشي تجاوز حدوده في ربط الهجرة غير النظامية بالإرهاب، وهو ما لم يفعله حتى اليمين المتطرف حسب تعبيره. ووفقا لأرقام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فقد وصل 1328 تونسيا إلى أوروبا بطريقة غير نظامية في شهر أكتوبر الماضي، في حين أوقفت السلطات التونسية أكثر من 11,000 حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير نظامية في الشهر ذاته. لنقاش هذا الموضوع انضم الينا من تونس رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم مرصد الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه. مرحبا بك سيد رمضان. ما الصادم في تصريح المشيشي برايك؟ هو اعتقد انه تصريح السيد رئيس الحكومه كان صادما للراي العام الوطني، لانه مثل هذه التصريحات عاده ما تصدر عن اليمين المتطرف في اوروبا المعادي للهجره والمهاجرين، اما ان تصدر على رئيس حكومة لدولة مصدرة للمهاجرين فهو صادم، خاصة ونحن في ظل مفاوضات مستمرة مع الجانب الإيطالي والجانب الفرنسي منذ شهر أوت الفارط، وضغوطات مستمرة لفرض من أجل أن يفرضوا على تونس اتفاقية جديدة تتيح لهم الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين في الأراضي الفرنسية والإيطالية، إضافة إلى تكثيف مراقبة الحدود البحرية. الصادم أن هذه المقاربات هي مقاربات غير إنسانية صادرة عن رئيس حكومة تحتفل بلاده بالذكرى العاشرة للثورة قامت أساسا من أجل الحرية، من أجل الكرامة، ومن أجل الحقوق، ومن ضمن هذه الحقوق هي حقوق المهاجرين. صادم أيضا أن رئيس الحكومة غير ملم بهذا الملف. كأنه فهم يعني من هذا الموقف المدافعين والمنتقدين لهذه التصريحات، خاصة تركيزهم على نقطة الهجرة على وجه التحديد، فهم منها خاصة من نشطاء المجتمع المدني وكأنهم يشجعون الشباب التونسي على أن يلقي بنفسه إلى التهلكة، أن يركب البحر في اتجاه هذه الهجرة غير النظامية. في البداية نعتقد نحن في المنتدى أن المقاربات الإنسانية تتيح حق التنقل للمهاجرين. ربما قد لا نتفق مع ربما هذه الأساليب التي تعرض حياة المهاجرين للخطر، لكن المقاربة لابد أن تعتمد أساسا على إنقاذ الأرواح وعلى إتاحة أكبر قدر ممكن من تكريس هذا الحق عبر التسهيلات وعبر إلغاء التأشيرات وإلغاء كل القيود
التي تواجه الشباب التونسي أثناء تقديمه مطالب الهجرة نحو أوروبا؟ لابد أن تقوم العلاقات والنقاشات الحالية بين تونس وإيطاليا وأوروبا وفرنسا أساسا على احترام حقوق المهاجرين، على احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وهي حقوق إنسانية كرسها المعاهدات الإنسانية وكرسها أيضا الدستور التونسي. قبل قليل قلتم أن التصريح وإيطاليا المشيشي منسجم مع خطاب اليمين الفرنسي وهدية مقدمة لليمين الفرنسي، هل يحتاج اليمين الفرنسي إلى هذه الهدية؟ خطابه أصلا لا يحتاج إلى تزكية أو حتى تأمين من المشيشي أو من غير المشيشي من أجل أن يستمر فيه. هذه التصريحات قد تشكل مطية لليمين الفرنسي للضغط على حكوماتهم من أجل الضغط على الحكومة التونسية للتسريع بعمليات الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين في فرنسا وإيطاليا. نحن نعرف اليوم أن هناك آلاف من المهاجرين التونسيين في فرنسا وإيطاليا وهم في مسارات من أجل تسوية وضعيتهم القانونية، ومثل هذا التصريح قد يشكل غطاء قانونيا لمزيد الضغط من أجل القيام بعمليات ترحيل جماعي ونعتبره ترحيلا على الهوية للمهاجرين التونسيين، وأيضا قد يهدد سلامتهم في ظل نشاط المجموعات المعادية للمهاجرين خاصة إثر أحداث نيس الإرهابية والتي لقيت إدانة واسعة من منظمات المجتمع المدني ومن المدافعين عن حقوق الإنسان. إذن وكأن تونس يقع اليوم ابتزازها بتعلة العملية الإرهابية الأخيرة من أجل أن تقبل باتفاقيات غير عادلة واتفاقيات تكرس انتهاكا لحقوق المهاجرين. لكن ليست العملية الإرهابية الأخيرة سيد رئيس الحكومة في مثل هذه التصريحات، إنما أيضا يعني هنالك الكثير من العمليات والمشتبه بهم على وجه التحديد في فرنسا تحديدا في شأس ملف أس للمتابعة، الكثيرون من المتابعين فيه إما فرنسيون من أصول قادمة من يعني مهاجرة أو مهاجرون وصلوا بعد ولادتهم إلى فرنسا، هذا على سبيل المثال للحصر. أولا ظاهرة الإرهاب هي ظاهرة عابرة الحدود وهو غير قاصرة فقط على تونس أو غيرها، المجتمع الفرنسي هنا يتحمل المسؤولية في مسألة الإدماج لأن هؤلاء لم يهاجروا منذ بدايتهم انطلاقتهم كإرهابيين، هم وقع استقطابهم في ظروف معينة في المجتمع الفرنسي واستغلت هذه المجموعات ربما الإقصاء الذي يتعرض له المهاجرون وصعوبات الاندماج هناك لاستقطاب هذه الفئة الشابة، وبالتالي فإن المسؤولية هنا هي مسؤولية فرنسية أساسا باعتبار أنها وفرت ربما البيئة الحاضنة أو البيئة التي مهدت الظروف لاستقطاب هذا الشباب، وبالتالي معالجة هذه الوضعيات هي مسؤولية فرنسية أساسا باعتبار أنها تتوفر على كل الإمكانيات القانونية والمادية لتتبع هؤلاء أو لمعاقبتهم إذا لزم الأمر أو أيضا لإعادة إدماجهم في المجتمع الفرنسي، وبالتالي هي ليست مسؤولية تونسية. طيب أخيرا لكي لا تصبح فرنسا مصنعا للإرهابيين ثم طيب تعيدهم. في 20 ثانية سيد رمضان، هل كانت زلة لسان من المشيشي؟ لا تعدو كونها زلة لسان فقط. أعتقد أن سيد رئيس الحكومة تصريحاته الأخيرة أثارت دائما توترات كبرى في تونس، وهذا التصريح نعتقد أنه ليس فقط زلة لسان بل هو أيضا عدم دراية بالملفات وضعف في الاستشارة وضعف حتى في الرؤية وفي تحضير ملف مهم كان هو العنصر الأساسي لزيارته إلى فرنسا، وبالتالي يجب أن يكون متمكنا من هذا الملف في مختلف أبعاده القانونية والحقوقية. ضيفنا من تونس، شكرا جزيلا لك.